عشان كده بقى احنا بنتكلم النهارده على اهميه ممارسه التمرينات الرياضيه حتى البسيطه منها سواء في جيم او في غير الجيم. طبعا لاي درجه الموضوع ده مهم؟ طبعا خليني اقول لك بس حاجه الاول. هو كانت فكره الجيم زمان كانت فكره بسيطه جدا بتتلخص ان واحد بيروح الجيم عشان خاطر بس ان هو يبقى البايسبس البنج الكلام دوت. دلوقتي الموضوع تطور لصوره بقى لايف ستايل، لايف ستايل ان انا بحافظ على شكلي، بحافظ على حضوري، بحافظ على شكلي وطريقه لبسي، بحافظ على شكل جسمي. احنا لسه كنا بنتكلم في الاعداد من شويه ان احنا الانسان دلوقتي بيوصل لسن 60 بره طبعا مش هنا، بيوصل لسن 60 سنه وما بيبانش عليه السن. ده مش بسبب اكله بس، لان طبعا هيلثي طبعا فود ده مهم جدا، لا ده بسبب ان هم عندهم الحياه الجيم في الشارع. يعني هو ممكن ياخد البريكفاست بتاعه مثلا الساعه 7 او 8 الصبح وبينزل يجري نص ساعه في الشارع، ده بالنسبه له هو كده عمل الجيم بتاعه. فده بالنسبه لنا احنا ابتدينا نطبقه هنا بقالنا بتاع 10 15 سنه، والحمد لله بقينا حاضرين على المستوى العالمي، بقينا موجودين بقوه في الموضوع دوت، والحمد لله بيج رامي من كام اسبوع اسعدنا وخد البطوله. بقى ده مثال للشباب ان هو يبدا يخلي الشاب ينزل يمرن نفسه في الجيم حتى في البيت. يعني احنا حتى في البيت عندنا بنقول يا جماعه احنا ممكن ناخد التمارين البسيطه اللي تفيدنا في البيت قبل ما انزل الشغل، للناس اللي عندها شغل واعمال ما بتقدرش تنزل الجيم في مواعيدها. فاحنا ممكن كمان ما عندهاش القدره الماديه على الاشتراك في جيمات خاصه بالظبط. الموضوع ده ما بقاش صعب خالص دلوقتي، احنا باقل الامكانيات ممكن في البيت نعمل تمارين وممكن نحافظ من خلالها على شكل جسمي، شكل اسلوبي في الحياه. فده بالنسبه لنا بقينا حتى نوديه في القنوات بتاعتنا في البرامج بتاعتنا في الجيم، ان يا جماعه مش الجيم بس اللي موجود عشان خاطر الناس ما بياخدوش ان هو يعني مثلا بتتحجج انا مش قادر اجي الجيم، لا انت ممكن في بيتك تصحى الصبح تعمل تمارين معينه بسيطه جدا باقل الامكانيات هتفيدك، هتفيد صحتك، هتخليك تنزل الشغل الصبح فايق رايق، هتدي انتاج احسن من الاول بكتير. ومش محتاجه اوزان او لا خالص مجرد خالص تمارين خالص اقدر خالص اعملها في البيت اللي هو غير مجهز خالص خالص. يا جماعه موضوع الاوزان مش مهم جدا، حتى يمكن اخر الابحاث قالت يا جماعه احنا مش شرط اوزان ومش شرط ان احنا نشيل اثقال، لا بالعكس احنا ممكن باقل اوزان وباكتر ريبيتيشن او باكتر اعداد ان احنا يعني. ممكن اعداد احنا ممكن نعمل فورمه وممكن نعمل جسم يبقى جسمنا مشدود نازل بستقبل يومي بكل فرحه وانبساط وسعاده، اللي انا لعبت الرياضه بتاعتي نازل مستقبل يوم وبقى في تفاؤل كمان في اليوم، فده بيأثر على الجسم. جميل.